سواء الإفلاطونيين والأرسطوتيليين والمشاؤون والنو إفلاطونيين كلهم كانوا يعتبرون الخيال imagination فانتازيا باليونانية كقوة نفسانية والنفس غير جسم ولكن جسماني متعلق بجسم فإذا كل ما جسم أو جسماني لبقاء له ولتجرد له ولأنه لا تجرد له لبقاء له ولكن ملا صدرا بعدا بمرور زمان يعني يكون بعضه مورد بحثنا اليوم أثبت أن التجريد أو التجرد ليس فقط التجرد الكامل العقلي أو العقلاني بين الحس والعقل في مرتبة اسمه الخيال الأمر المادي نعم تجرد immaterial immaterial non material مجرد يعني مجرد versus مادي خب او أفضل نقول جسمي مو مادي جسمي لأن الجسم مكون من مادة وصورة منذ أرسطوتيليس في بالنسبة إلى الفارابي وابن سينا مثلا الخيال مجرد قوة نفسانية مثل القوة الشهوية قوة الغضبية يعني النفس النباتية والنفس الحيوانية هذا مرتبط بالنفس الحيوانية الخيال مثل الحواس مرتبط بالنفس الحيوانية والأمر المجرد الوحيد في الوجود الإنساني هو النفس الناطقة يعني العقل الذي يسمونه النفس الناطقة يعني ترجمة لكلمة لوغوس لأن اللوغوس باليونانية تشير إلى اللغة وإلى المنطق ولذلك بالترجمة أيضا استفيد من مادة ناطقة للإشارة لترجمة لوغوس لأن إشارة إلى اللغة مثل منطق الطير الذي هو أصل قرآني ولذلك بعدا منطق أصبح اسم المنطق أيضا بمعنى لوجيكال لوجيكال من لوغوس مشتق من لوغوس ولوغوس لغة إذا من زمان الفارابي المجرد هو مجرد العقل فقط العقل وهذا إما جسمي أو جسماني يعني ما هو النفساني النفسي هو جسماني متعلق بجسم ويزول بزوال الجسم لأن كل ما هو مرتبط متعلق بالجسم مع زوال الجسم يزول كذلك إذن السمع والبصر والخيال وكل والشهوات والغضب وكل هذا يزول بزوال الجسم للفارابي ابن سينا في ذلك الزمن أقول الأمر الواحد الذي يمكن أن يبقى ويدوم هو العقل لأنه مجرد عن الجسم في ذاته وفي عمله وفي فعله للتعقل لا يحتاج العقل إلى الجسم في ذهن في نظرهم بعدا في زمن سهروردي نفسه أضافه